بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين في الهند وزيارة ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، أقامت وزارة الإعلام واحة الإعلام بنسختها الثالثة، حيث وفرت الواحة تقنيات إعلامية متطورة للإعلاميين في تغطية القمة، فضلا عن معرض مصاحب بهدف إبراز 20 مشروعا تحوليا فريدا أطلقتها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك لتمكين الحضور من الاطلاع على أبرز إنجازات المشروعات الكبرى في المملكة. واحد من المشروعات الجميلة والمهمة واللي يستحق اليوم أن نقول شكرا لكل القائمين عليها، واحة الإعلام فكرة مبتكرة، هذه نسختها الثالثة بعد فكرتين محلية كانت في القمة العربية في السعودية وفي الحج، اليوم النسخة الدولية العالمية الأولى منها. واحة الإعلام ليست عمل إعلامي فقط، لكنها عمل وطني كبير ومشترك داخل الواحة. في الواحة التي أقيمت في الهند مثلا استضافة أكثر من 2000 إعلامي ورجل أعمال ومسؤول، هنالك مجموعة كبيرة من الأشخاص يتحدثون 3 لغات للإجابة على استفسارات وأسئلة الضيوف، بالإضافة إلى هذا كله إلى الشغل الإعلامي الجميل والمهيئ الموجود واستضافة الإعلاميين، هناك جانب آخر مهم جدا وهو عرض مجموعة من مشروعات رؤية السعودية 2030. لدينا 20 مشروع تعرض على 12 جناح بكل ما في هذه المشروعات من أبعاد، كل هذه الآفاق الجميلة ضمتها واحة الإعلام بكل إنصاف. شكرا لمعالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، وشكرا لفريق عمله، وشكرا لكل من يبتكر هذه الأفكار المضيئة اللي تنقل اليوم الوجه الإعلامي السعودي المضيء والجميل إلى العالم، ومعه تنقل مشروعات الرؤية والتحول الكبير الذي نعيشه اليوم في المملكة العربية السعودية، وإلى مزيد من الابتكارات والأفكار الجميلة والنجاحات المتوالية إن شاء الله. فاصل وبعد مكملين.